اختارت غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة ليكون سفير العام في الولايات المتحدة. وتم تكريم السفير في حفل أقامته غرفة التجارة الأمريكية العربية في العاصمة الأمريكية واشنطن. تتويجا للعلاقات التجارية والاقتصادية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، أقامت غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية حفل تكريم لسفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة. وكانت هذه مقتطفات من كلمة السفير. But as much as I am personally touched, let me be very clear in that this award is not for me. Although I am the one receiving it, who the award is being presented to is actually His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, His Royal Highness Crown Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, and all of those that make up Team Bahrain that are most deserving. I'd be remiss not to mention and thank my colleagues at the Embassy of the Kingdom of Bahrain here that handle the trade portfolio as well. Why are we here? Establishing the first U.S. dedicated free trade zone in the region. Extending U.S. intellectual property rights to all operating within Bahrain. Granting official partner status, assuring U.S. commodities passing through our sea-to-air global hub, a two-hour or less transit time. Establishing a first cloud policy, reinforcing U.S. sovereignty over data. We are ultimately here because when a nation so evidently aligns its policies, government practices, and operational ideology with another, the dedication that those people have towards one another is undeniable. So as this relationship continues its momentum forward, I stand alongside you in excited anticipation of what Team Bahrain has in store for us in the near future. وجاء اختيار الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير العام في الولايات المتحدة تقديراً لإسهاماته البارزة في العلاقات التجارية الأمريكية العربية. وكانت هذه مقتطفات من كلمات المتحدثين في الحفل. الشيخ عبد الله هو زميل وصديق موثوق به، لقد وضع كل ما في وسعه في تعزيز اتفاقيات إبراهيم، وهي واحدة من أكثر التطورات الإيجابية والواعدة في المنطقة بأكملها، على الرغم من السرعة العالية الخطى التي لا تتسم بالسهولة دائما وانطوائها على عمل مجهد إلى حد ما. علينا القيام بذلك. لقد وجدت دائما أن الشيخ عبد الله رجل نبيل لطيف الكلام، ولديه قراءة جيدة ومدروسة، ولديه بصيرة. أنت صديق لنا جميعا في الخارجية الأمريكية وفي البيت الأبيض ووزارة الدفاع، وأنت صديق لكل الولايات المتحدة، وكذلك الشيخة عائشة التي أشكرها على دورها في الولايات المتحدة، ونحن محظوظون جدا لوجودك هنا في واشنطن، فأنا سعيدة للغاية لعملك الشاق وتفانيك. جئت إلى هنا اليوم لأنك أصبحت صديقا رائعا خلال الفترة القصيرة التي أمضيتها في الكونغرس، فأنا عضو جديد وكان السفير من أوائل الذين تواصلوا معي لرؤيتهم والبحث عن السبل والفرص لبلدينا لمواصلة تعزيز علاقاتنا. أنا ممتنة جدا للسفير على كل ما فعله، حرصا على أن الولايات المتحدة والبحرين تواصلان البناء على اتفاقية إبراهيم. أقدر كثيرا اهتمامه، ليس هنا في واشنطن كما ذكرنا فحسب، لكنه ينتهز هذه الفرصة للخروج إلى عموم البلاد ليرى ما يدور في مقاطعتنا والبحث عن طرق لبناء العلاقات. نحن نعيش في عالم مختلف تماما عما كان عليه قبل 20 عاما، والحقيقة أن لدينا أصدقاء وحلفاء مثل السفير في مملكة البحرين، فلدينا فرصة أفضل لتحقيق السلام والازدهار، وهو أمر لم تختبره الأجيال السابقة. كان السفير حليفا ثابتا ومدافعا قويا عن العلاقة الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة، وكنت محظوظة بما يكفي للعمل معه منذ عام 2017. في ذلك الوقت كانت شركة لوكهيد تحاول إبرام صفقة لشراء سلاح الجو البحريني، طائرات F-16 جديدة، وقد وصل السفير في عام 2017.
وهناك من لا يعلم أن سلاح الجو الملكي البحريني كان أول سلاح جوي في المنطقة العربية يطير بطائرة F-16 في التسعينيات. واليوم مملكة البحرين هي أول دولة تشتري أحدث نسخة من F-16 وأكثرها تقدماً بلوك 70. هذه الطائرة لا تسهم في جلب تكنولوجيا وقدرات جديدة إلى البحرين فحسب، بل كانت نقطة الانطلاق لإعادة تشغيل خط طائرات F-16 بالكامل في مدينة غرينفيل بولاية كارولينا الجنوبية. لذا فإن قرار مملكة البحرين لا يساعد المملكة والأصدقاء والحلفاء العالميين الآخرين فحسب، بل يمكنني أن أؤكد لكم أن القوى العاملة في غرينفيل بكارولينا الجنوبية وسلسلة التوريد الخاصة بنا في جميع أنحاء الولايات المتحدة تدرك وتقدر الدور القيادي للبحرين والسفير هنا. السفير الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة هو أكثر المستحقين لجائزة سفير العام خلال أكثر من 5 سنوات من عمله في الولايات المتحدة. لقد نقل العلاقة بين البحرين والولايات المتحدة إلى مستوى تاريخي جديد من خلال التبادل الثقافي وتمكين المرأة للنمو الاقتصادي والأمن الإقليمي. السفير الشيخ عبدالله وسع وعمق نطاق الشراكة والصداقة بين بلدينا، وقد ساهم ذلك في تعزيز قضية السلام والازدهار في البحرين وجميع أنحاء المنطقة. الصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة صداقة نموذجية، والسفير الشيخ عبد الله يقودها إلى الأمام يوما بعد يوم. تهانينا يا صديقي. وأشاد ضيوف الحفل بدور مملكة البحرين المحوري والرائد في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول العربية، كما أشادوا بدور سفير مملكة البحرين الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة في دعم الدور البحريني. الشيخ عبد الله يمثل بلاده بشكل رائع. إنه يؤدي مهامه برقي وإنسانية، وكما سمعت اليوم أنه صديق للجميع. إنه جسر هام بين بلدينا على المستوى الحكومي ومستوى الأعمال وعلى مستوى المنظمات غير الحكومية، ولذا نريد أن نلقي الضوء على العمل المميز الذي قام به على مدار سنوات، ليس لعام واحد فقط ولكن لعدة أعوام. نحن هنا اليوم لأن غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية اختارت الشيخ عبد الله سفيرا للعام، وهو اعتراف بأشياء كثيرة خاصة جهوده الرائعة في دعم التجارة بين الولايات المتحدة والدول العربية، جهود تحدث عنها اليوم مدراء في شركة لوكهيد مارتن ومسؤول الشؤون الخارجية في ولاية ميرلاند وعمدة مدينة واشنطن. كل هؤلاء قالوا إن الشيخ عبد الله فعل الكثير لزيادة الروابط التجارية بين الولايات المتحدة والبحرين، والأرقام تتحدث عن ذلك. فالولايات المتحدة أصبحت الشريك التجاري الأول للبحرين بعد دول الخليج. هذا اليوم هو يومه، إنه سفير العام، إنه لشرف كبير، وهو يعكس العمل لعدة أعوام لا لعام واحد فقط، سواء على مستوى العلاقات بين الشعبين أو على مستوى الأعمال. كل الولايات الأمريكية حريصة على تدعيم روابط أعمالها مع البحرين. وضمن احتفالها بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وجهت غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية الشكر لسفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، واصفة جهوده بالاستثنائية. رامي جبر، تلفزيون مملكة البحرين، واشنطن.